أنا اليوم بعمر 20 سنة، الحمد لله صاحب دار نشر واعتبر أصغر ناشر إماراتي وخليجي في الوطن العربي. أثبت لوايد ناس أن العمر مو به عائق للحلم، لأن لما تستفسر لواحد مثلا في سن 30 تقول له متى راح توصل لحلمك، يقول لك أنا عديت مرحلة الوصول للحلم، أنا خلاص أنا كبير السن. والصغير يقول لك أنا لما أكبر إن شاء الله راح أوصل لحلمي. لا، أنا عكس النظرية تماما. أنا عندي نظرية أن أنت لو كان عمرك إن شاء الله 10 سنوات 11 سنة تقدر توصل للحلم، بس أن تحط الهدف في راسك وتمشي عليه. بداية مشواري ككاتب كنت أواجه مشاكل في التوزيع، مشاكل من ناحية أن أنا مش صاحب دار النشر، فما قادر أغير أي شيء باللي عاجبني أنا في الكتاب. في دار النشر أنت لما تكون كاتب وتبغي تنشر الكتاب، طبعا يكون لدار النشر كلمة من ناحية لأنه هو راح يعكس اسم الدار، فلازم يكون في لمسات الدار هي اللي تتحكم فيها. أما الحين لما عدت طباعة الكتاب في داري أنا، هو الكتاب القليل فلسفتي، أسميه بحلته الجديدة، الكتاب اللي أنا راضي عنه حاليا، ضفت عليه رسومات، عدلت في صياغة الكلام، طورت من اللغة اللي موجودة، صار كتاب متكامل، وحاليا أنا فخور بالكتاب هذا.